وصلنا إلى مرحلة التشطيب والمراحل النهائية من حيث استكمال كافة الأمور الفنية التي تخص ملاعب المباريات، سواء ملاعب المدينة الرياضية أو ملعب الميناء، بالإضافة إلى ملاعب التدريب. أيضاً اليوم وقفت الحكومة المحلية ومتابعة من قبل الحكومة المركزية لتأمين خدمات محافظة البصرة واستكمال كافة المقتربات وتأهيل الشوارع المتنزهات، وكذلك الفنادق التي سوف تحتضن المنتخبات وتحتضن الجماهير، سواء كانت جماهير عراقية أو جماهير خليجية.